قال الشيخ محمد الحسن ولد دور رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا إن حكم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في الشرع الحنيف هو القتل حدا، نفيا أن تكون التوبة تنفعه في درء الحد. جاء ذلك خلال ندوة نظمت بمسجد أسامة في مقاطعة عرفات بالعاصمة نواكشوط حول نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نتابع. آلاف الجماهير الموريتانية تجتمع في جامع أسامة بن زيد في عرفات استجابة لدعوة الشيخ محمد الحسن ولد دو لتنظيم وقفة لنصرة الجناب النبوي الشريف. العلامة محمد الحسن قال إن إعدام المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه مهما كان مقامه، ولا يجب تأخير الإعدام، مؤكدا أن إعدام المسيء للنبي لا ترده توبة. كم مضى على هذا المسيء في وطننا ولم يقم عليه حد الله بالقتل؟ إنه مضت عليه مدة وهذه المدة ما كان ينبغي أن تمضي عليه. الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتل في نفس اليوم، لا تغرب شمس اليوم. كبير المحامين المدافعين عن الجناب النبوي استعرض بدوره ملابسات محاكمة المسيء، مؤكدا أن هناك تساهلا كبيرا من القضاء الموريتاني في محاكمة المسيء. إخوتي الأعزاء، الغرب يعلم الله أن القضية لو كانت أمام قضاة مسيحيين، أمام قضاة من الكنست، لوجدت فيها من العدالة، ولضمن فيها من العدالة لجناب نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم نجده في هذه المحاكمة التي البعض يكذب جهارا أنها كانت عادلة. هل من العدل أن تفرض على محامي أن يتكلم في قضايا المخدرات 4 ساعات، في قضايا الزنا احترموا مسامعكم ساعتين 4 ساعات، بينما في قضية عرض الرسول عليه الصلاة والسلام منعنا أن نتحدث إلا لمدة 5 دقائق. الأدب بشقيه الفصيح والحساني كان حاضرا في الوقفة، حيث جادت قرائح الشعراء بجديد القول في الذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فداك احنا فر ونفدوك بالانفس والتركه والمال، وتم جيش في حرب ادوك وتعصر فقدام الضلال، وانتم نفاذه الاسلام للناس على لين في الكلام، ونقروهم كضوا الاحكام لحرام منها وحلال، ونحيي سنه سيد الانام بالاقوال الفوق والافعال. فللمحبين اشواق تسهدهم، وللرسالات اقوام تناسبها، وجئت للارض فاهتزت مناكبها شوقا اليك وعمتها سحائبها. نورا تنقلت في اصلاب طاهره محاطه بكمالات تواكبها، وكنت بدءا جديدا قصة بهرت يفنى الزمان وما تفنى عجائبها. هذا وقد عرفت الساحات المجاورة لمركز تكوين العلماء في نواكشوط مشاركة جماهير غفيرة وصلت من مختلف مقاطعات نواكشوط لحضور مهرجان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حمل عنوان فداك أبي وأمي يا رسول الله، وشارك فيه عدد كبير من العلماء والأئمة. أعلن الرئيس الغيني ألفا كوندي رفضه لأي